السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نتكلم عن الـ METR.PY سكريبت اللي موجود ضمن الـ METR فولدر، واللي عبارة عن مترك. طبعا هذا المترك تكون أفضل من البلو من ناحية إنه هي تركز على قضية الريكول والبوزيشن، بينما البلو تركز فقط على البوزيشن، وهي تعتمد على الاندفجوال وولدز، تاخذ individual words وتسوي matching مطابقة. وطبعا هاي الماتشنج مو فقط exact matching، وانما matching على اساس meaning، matching على اساس stem او الاصل مالت الكلمة الى اخره. وهي طبعا طريقة افضل. هنا أنا واقعا بهذا السكريبت مجرد يتكلم لك عن كيف انه تصل لهذا الفايل اللي يحوى على المترك METR-1.5.jar، فبالتالي مو ضروري فهمه الكامل، ولكن كيفية استخدامه هذا هو الضروري. فخلنا نشوف كيفية استخدامه. عندك تسوي كلاس METR من داخل الكلاس الموجود بالسكريبت. هنا عندك الجراوند تروث images، هذا طبعا المترك نستخدمه للماشين ترانسليشنز مثل ما ذكرنا. عندنا كاي جراوند تروث، الصورة الأولى تحوى على نص واحد كابشن واحد، الصورة الثانية تحوى على تو كابشنز. هنا الماشين ترانسليشنز الترجمة أو البرودكشنز، هاي الصورة الأولى هذا البرودكتد كابشن، والصورة الثانية هذا البرودكتد كابشن. مجرد تمرر من خلال الكمبيوتر سكور method تمرر ground truths والmachine translations تحصل على score، والscores هي عبارة عن list تحوي على السكور ناتج من تقييم على كل image على كل caption إلى آخره. فهذه باختصار، شكرا للاستماع.